ايدك اليمين شيلها، ايدك الشمال صوابعك الاثنين ورا بقى للتصوير. لا هنصور ظهرك يا استاذ طارق ولا المكان هنا بيفكرك بحاجة؟ بالسجون. دخلتها قبل كده؟ لا شفتها في الأفلام. اتفضل اقعد. الاسم؟ طارق أحمد السيد الشناوي. السن؟ 50. حالتك الاجتماعية؟ أعزب. عنوان السكن؟ 20 شارع رفعت بالمنيل. العمل الحالي؟ صحفي وناقد سينمائي. واللي في البطاقة؟ مكتوب مدير تحرير. أنت خريج كلية إعلام جامعة القاهرة مش كده؟ مظبوط. ويا ترى طبقت قواعد ومعايير العمل الصحفي اللي درستها في كليتك في عملك؟ أكيد. أنت ناقد محايد؟ أعتقد ذلك. هو في مصر ناقد محايد؟ طبعاً في. في مش ناقد، في أكتر من ناقد محايد. زي مين؟ في أسماء كثيرة خايف أذكر بعضهم وأغفر. على سبيل المثال. في خليل البشلاوي، في كمال رمزي، في مصطفى درويش، في اسماء اخرى كتير. يعني مين الناقد اللي تقول للناس اقروا له؟ في احمد يوسف. في احمد يوسف ناقد كويس كمان. لا في ناس كتير بحبهم. انت بتحب كمال رمزي واحمد كل الاسماء اللي قلتها. ماشي، مين بقى اللي تقول للناس اقروا له وانتم مغمضين؟ لا المفروض ما يغمضوش. ما حدش يغمض. قصدي يعني يثق وفي ثقة كاملة. لا مفيش ثقة، أصل الفن أو العمل الفني يعني بيحمل عدة أوجه. ممكن أذواقي يعني. ممكن أنت يعني أنت كقارئ تقرا لعشر نقاد ممكن ما يعجبكش كوجهة نظر المكتوبة. هو مش المفروض يبقى في ثقة من القارئ والصحفي؟ بياخد مصداقية. والقارئ والجريدة؟ في مصداقية، يعني الكاتب بياخد بنطات كل شويه، ياخد جزء من المصداقيه عند المتلقي. طب مين الناقد او الصحفي اللي تقول للناس احذروا منه؟ لا ما ايه يا استاذ طارق، انت معروف عنك يعني الصراحه الوضوح والحياديه. لا ما فيش، ما حدش يحذر يعني يحذروا منه ما يقروا له، بالعكس ده انا رايي انه لازم يقروا. فبالتالي هم اللي ياخدوا الحذر من بعد قراءتهم. هو النقد لما يكون صاحب فنان ده ممكن يأثر في نقده ليه؟ طبعا. يعني انت مالكش اصحاب من الفنانين؟ لا اصحاب بمعنى اصحاب بالمعنى المباشر لا. اصحاب واصدقاء مقربين؟ لا مفيش خالص. في اتهام ليك انك احيانا بتهاجم وبتنقد بمنتهى الضراوه من غير اسباب. لا بيبقى في عمل فني هو السبب. يعني انت ما بتهاجمش حد وتنتقده لمجرد الانتقاد والهجوم خالص؟ خالص. امال دايما تهاجم الاعمال المصريه السينمائيه بضراوه لا تحسد عليها؟ غير صحيح. غير صحيح. كل الأعمال السينمائية ولا بعض؟
انت قلتي كل مش كده؟ فاقول لك لا. ماشيها بعض. اه طبعا بديهي. بديهي في العالم كله الفن الرديء اكتر من الفن الجيد، مش في مصر ده في العالم. في بلاغ ضدك انك ما بتهاجمش غير الافلام الناجحه فقط. مش صحيح. طيب في افلام ما جابتش ايرادات خالص، في فيلم اسمه المشتبه، ما اعرفش تسمعي عنه ولا لا. ده ما جابش ايرادات خالص. هاجمته مثلا، فالمساله ما لهاش علاقه بال انه ما جابش ايرادات او جاب ايرادات، ليك علاقه بالشريط نفسه. يعني انت هاجمت المشتبه. اه ده مش انا اللي هاجمته، ده ابطاله قبل ما انا اكتب كانوا هاجموه. زي عمرو واكد واحمد راتب على سبيل المثال. يعني انت مش تخصص هجوم على الافلام والاعمال الناجحه فقط؟ لا، ومش خاص هجوم كمان على الاعمال الناجحه بالمناسبه. في اعمال ناجحه كتبت عنها مقالات هايله لانها تستحق. اللي قول لي انت ليه دائم الهجوم على الفنان الكبير عادل امام؟ وغير صحيح. بمعنى في امتدحته في مرات كثيره وانتقدته. هقول لك مثلا عريس من جهه اخر مره مدحته كانت امتى؟ اخر فيلم مدحته فيه كان عريس من جهه امنيه. ياه، ده بقاله يجي 5 6 سنين. ما كانش اكتر. من وقتها ما عملش ولا فيلم شايف ان مستواه عالي؟ لا، كان في افلام مثلا بتعالج قضايا سياسيه زي التطبيع مع اسرائيل. يعني ما عجبكش في يعقوبيان، عماره يعقوبيان؟ اتكلمت عنه في العماره. بالمناسبه اتكلمت عنه كويس في يعقوبيان. فكرتيني، يعني يعقوبيان كان 2006 على ما اعتقد تقريبا. انت قلت ان فيلم بوبوس من الممكن ان نطلق عليه بوس. حصل؟ بوس. وقلت انه عباره عن افيهات جنسيه فقط. مظبوط. حصل الكلام ده. يعني انت ما شفتش الفيلم غير بس الافيهات الجنسيه؟ بس ما قلتش فقط، قلت ان هو مليء بالافيهات الجنسيه. طبعا كان في افيهات فيها فجاجه. هو ده الفيلم الوحيد اللي ظهر في الكام سنه الاخيره اللي مليان افيهات جنسيه؟ لا، ده اكتر فيلم كان فيه، حتى بالنسبه لعادل، يعني عادل افلامه عموما لا تخلو من ده. لكن في بوبوس كان الجرعه زياده. لكن انت كمان هاجمت فيلم حسن ومرقص. ليه؟ حسن ومرقص قضيه مهمه قوي. اتعملت بطريقه زي معادله هندسيه. مسلمين واقباط، هنا في مسلم كويس، هنا في مسيحي كويس، هنا في مسيحي سيء، وهنا في مسلم سيء. هو مش ده الواقع ولا ايه؟ لا، في الفن السيمتريه او التوازن او التوازي الحاد. هو مش الفن صوره من الواقع؟ ايوه. ومش الواقع بيقول ان في مسلم كويس ومسلم وحش، ومسيحي كويس ومسيحي وحش؟ مظبوط. بس تيجي تعملي فن ما تعمليش حاله زي مثلا اللي بيوزن هنا 5 كيلو وهنا 5 كيلو وهنا 2 جرام مش عارفه كذا، يعني معمول القضيه حساسه. ايضا عولجت بشكل هندسي وده ضد الابداع. طب ما في افلام كتيره بيبقى فيها مشاهد ساخنه اكتر كمان من البوس وانت ما هاجمتهاش. مش صحيح. زي دكان شحاته مثلا. لا، لو قريت كويس هتلاقيني قلت. انا عارف انك هاجمته، بس مش بنفس الضراوه اللي انت هاجمت بيه الفنان عادل امام في فيلمه الاخير بوبوس. بالعكس، انا هاجم الفيلم بضراوه. ده بوبوس اخذ منك صفحات وصفحات. بوبوس لانه اذا كنت بتتكلمي على نجم بحجم عادل امام فينبغي ان تكون الكتابات عن عادل امام لازم تكون كتابات كبيره. طيب علاقتك الشخصيه ايه بالفنان عادل امام؟ اخر مره شفت عادل امام سنه 2008. من سنه بالتحديد. بالتحديد 15 او 14 مايو كنا رايحين مهرجان كان. قابلته في الطياره. ده كان عيد ميلاده على فكره. بوستو حضرنا بعض بالمناسبه، يعني سلمت عليه كمان. هو كان رايح باريس. بوستو؟ كان رايح باريس زي بوبوس يعني. كان رايح باريس وانا كنت رايح كان. اتقابلنا في مطار شارل دي جول. تمام. دي اخر مره. علاقتك بقى بيه بشكل عام عباره عن ايه؟ بقول لك ده احنا اتقابلنا كانت صدفه، لكن بينكم تليفونات اتصالات؟ ما سبقش قبل كده انه كلمك بعد مقاله كتبتها عنه واتناقش معاك فيها؟ حصل. كانت عباره عن ايه؟ قال لك ايه؟ مش فاكر الواقع، بس كانت عن فيلم ايه؟ اظن كان على مواقف تتعلق بارائه في الدوله، اظن كده. طارق الشناوي بتاع مشاكل خالص. انا عايز اقول لك انا بعيد ولا بتاع شو خالص. انا قاعد في بيتنا اكتب وخلاص، واشوف افلام انزل اشوفها، اسافر بره. نجوميه، ناس تعرفك وتشاور عليك، ظهور في برامج، لقاءات اعلاميه.
صدقيني بعتذر، يعني يمكن لو حضرت برنامج بيبقى مقابل له 10 برامج اعتذرت عنها. بس كتير من العاملين في الوسط الفني اللي ورا الكاميرا بيبقى عندهم حالة غيرة من النجوم اللي قدام الكاميرا، ان هم معروفين للناس اكتر منهم. يعني ممكن تبقى مثلا عند ملحن عايز يبقى مطرب ممكن، لكن ما اعتقدش انها تبقى عند مثلا صحفي او ناقد. بيحصل؟ ما اعتقدش. ضرب. لان هم مش في مهنه واحده. امال ليه معارفك الاعلاميه طايله الوسط كله؟ بصي هقول لك حاجه، وما تقولش انا لوحدي، لا في 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 نقاد، ونسيت اقول لك في ناقده على كمان. فكره انا بتكلم عنك انت وبحقق معاك انت دلوقتي، مالناش دعوه بغيرك، كله جاي لك. يعني في كمان ناقده نسيت اسمها، ماجده مونس، من الناس اللي بتكتبه بشكل انا بحب اقرا لهم. اللي عايز اقول لك انه في نقاد وصحفيين بيكتبوا للفنان، وفي نقاد وصحفيين يكتبوا للقارئ. انا ازعم ان انا في النص الثاني او في الجانب الاخر، اللي بكتب للقارئ مش للفنان، وده مهم، بمعنى انه لا يعنيني رضا الفنان او غضبه. رضا زي غضبه بالنسبه لي، انا يهمني ان انا اقول ما اعتقده مش للفنان بقدر ما هو للقارئ. تنكر ان احيانا بتكتب كلام من غير ادله؟ يعني من غير ادله، يعني من غير ادله، بمعنى اثباتات مستندات؟ لا، لما قدامك في المكتبة عنه راي، فين المستند؟ لا مش بس فيلم، قولي لي. يعني انت مثلا في مقاله ليك قبل كده قلت ان المطرب حكيم والمطرب ايهاب توفيق كانوا بيشتغلوا في كورال فرقه الفنانه فيفي عبده في الثمانينات. مظبوط، حصل الكلام ده. تمام، وعندك ادله على الكلام ده؟ فيفي عبده هي ترزق. يعني دليلك الوحيد على كلامك هو كلام الفنانه فيفي عبده، مش كده؟ هم اشتغلوا في فرقتها طبقا لكلامها، بس انا ما كنتش قاصد اساسا اكتب ان هم كانوا فريق، مش ده هو التارجت، كان الهدف بتكلم على ماضي الفنان ازاي هو تصالح معاه. عدويه، احمد عدويه كان مزهرجي في فرقتها ودايما يقول كده. لا عمري سمعت حكيم قال ولا ايهاب قال، فكلمت على الفكره. طب ليه ما فكرتش تتصل بيهم وتسالهم على صحه الكلام ده؟ لان ايقنت انه صحيح. ايقنت؟ اصحاب الشيء اعتقد حيين ويرزقوا زي ما انت قلت. لا، هي ما كانتش في سياق اولا، ولا حتى بتشهر بيهم، هي بتذكر حقيقه، ما كانتش محتاجه. يعني كان موضوع يخسرك كتير مكالمه تليفون لحكيم وايهاب توفيق انك تتاكد من الكلام، وهم اصحاب الشان. ايقنت ازاي يا استاذ؟ اصلها هديه مخدرات. هو قالت ولو هو انت بتاخد معلوماتك دلوقتي باحساسك ولا بيقينك؟ لا، عايز اقول لك حاجه، ولا من طرف على حساب طرف؟ حاجه لا تهين ان هم كانوا مشغلوا في شارع الهرم مثلا، ده من وجهه نظرك، لكن صاحب الشأن موجود وحي يرزق، من حقه انك تساله. لا، انا حسيت ان فيها اهانه ليهم، كنت لازم ارجع لهم لو كان فيها شيء ولازم اكتب. بس اساسا ما كنتش بكتب لان انا عشان اقول هذه المعلومه، بقدر عايز اقول ان ماضي الفنان مثلا. انت عارف سميره احمد بدات كومبارس، بتقول ده بكل قوه، ايه اللي يمنع ان تبدا كومبارس؟ والله لما صاحب الشأن يطلع يتكلم عن نفسه شيء، ولما تكتب عن حد مش هو مصدر معلوماتك شيء تاني خالص. انا كتبت عايز اقول لهم انه ده لا يشين الفنان انه يبدا من تحت الصفر. ماشي، ايه رايك بقى في ظاهره العيله في الوسط الفني؟ ظاهره الايه؟ العيله. العائله يعني الفنان يبقى لي ابن فنان يمثل بعديه. بصي، ابن مخرج، في توريث حلال وفي توريث حرام. نبدا بالحلال. الحلال انه ربنا يدي موهبه حقيقيه لممثل، وبالصدفه ان هو ابوه ممثل او امه ممثله وينجح. الغير حلال انه يتم دفعه بقوه الى مكانه هو مش مؤهل لها، او ان هم نفسهم ساعات الاب، خدي بالك، او الام، حكمهم بيبقى الصائب غالبا. طيب وانت بقى من وجهه نظرك، مين من ابناء الفنانين اللي دخلوا وسط التمثيل او الغنى او ايا كان يستحقوا دخولهم؟ بصي، من الناس اللي شايفهم موهوبين عندك احمد فاروق الفيشاوي، ده موهوب. كونه لم يتبوأ مكانه يستحقها دي مساله متعلقه باشياء اخرى. محمد عادل امام الممثل شفت له اكتر من عمل موهوب. عندك احمد نادر جلال، ابن نادر جلال، وده جاء من الجد، لانه جده احمد جلال كان مخرج احد مؤسسي صناعه السينما. عندك مي نور الشريف، واحمد السعداني، رانيا فريد شوقي، هيثم احمد زكي. هيثم انا كتبت عنه كويس قوي في اول فيلم اللي هو حليم، لكن بعد كده لسه ما لقاش الدور التالي. طب والباقي اللي انا قلتهم؟ زي
زي مي نور الشريف، زي لا مي انا دنيا سمير غانم، دنيا موهوبة. فكرتيني، دنيا دي موهبه. مين مش موهوب منهم؟ مش عايز اظلمها قوي، لما اديها فرص. يمكن مي مش موهبه، مش الموهبه الكبيره. وغير مي فكريني ببعض اسماء. في كتير، في رانيا فريد شوقي، في رانيا محمود ياسين. بصي رانيا الرانيتين، في غادة إيهاب نافع. وغادة حولك أنا. في أحمد سعيد عبد الغني. لا أحمد موهوب. في كتير. بصي مين مش موهوب؟ أنا مش بسألك على الموهوب يا أستاذ طارق. حولك رانيا فريد شوقي كانت طموح أكبر من كده. حتى أنا أول أنا فاكر كتبت مقال كان اسمه رانيا والعرش، إنه كانت طموحنا تبقى نجمة سينمائية. طبعا الدنيا اتغيرت. رانيا برضو محمود ياسين نفس الحكايه، هو انتج لها فيلم محمود اسمه عيش البندق، لكن ما حققتش الطموح اللي كانوا منتظرينه. تمام. في اتهام تاني موجه ليك، انك دايما متحيز للفنانه والنجمه منى زكي. ما هي اقوالك؟ طب متحيز لغاده عادل مثلا، كتبت عنها كويس. لا منى، في فنانين بيبقوا عنوان الجيل. بس منى زكي عمرك في حياتك ما كتبت كلمة انتقاد في حقها؟ لا أعتقد حصل. هقول لك ده حصل كويس، ده كويس فكرتيني، ساعتها بنسى. في سندريلا مثلا. لا سندريلا ما فيش حد عتق منى فيها. اللي مش مالك، ما فيش حد عتق. أنا أول واحد كتبت وقلت، وده كان بالنسبة لي، عايز أقول حاجة، سندريلا بالنسبة لمنى كان بيعتبر مشروع العمر. واخد بالك؟ بالنسبه لها كان مشروع العمر او حلم العمر. كتبت ضده لانه كان فعلا، وضدها شخصيا في هذا المسلسل. طب وساندرا نشأت، انت على طول بتكتب ان كل اعمالها علامه في تاريخ السينما المصريه. مش صحيح. انت عارف سالت ساندرا تقول لك انا زعلانه من طارق، لانه انا بتكلم على اللي بنقراه وعلى عندي هنا في المعلومات. مش صحيح. ازاي؟ بس صحيح. اخر افلامها، قول لي انت تقييمك ايه لاعمالها، مجمل اعمالها، كتبت ايه عنها، انت خطها في ايه قبل كده؟ خطها اخر اعمالها، اخر فيلم لها. انت خطها، بقول لك احنا بلاك ده فيه اللي هو ايه؟ عايز افتكره، مش فاكره في اللحظه. مسجون ترانزيت. مسجون ترانزيت. انت خطها فيه. ده من كتر ما بتكتب بقى بتنسى ولا؟ لا لا، مهم جدا الكلام ده، لانه مفيش شيء شخصي بيني وبين حد. يعني انت بتقولي انت بتكتب جيد عن منى، عمال افتكر ايه السلبي. برضو بالنسبه لساندرا، كتبت حاجات هي نفسها غضبت منها. كويس. لكن انا بحب، يعني ما فيش بيني وبينهم غضب بالنسبه لي، او حتى متضايق منهم مثلا. ظاهرة التجميل اللي بدأت تظهر في الوسط الفني رجالة وستات. أنا رأيي عمليات التجميل يعني. والبوتوكس والحاجات اللي هو ده. أنا رأيي إنه رأس مال الممثل هو ملامح وجهه. كويس. إذا أنت فقدت قدرتك على التعبير، الابتسامة لم تعد ابتسامة، والتكشيرة ليست تكشيرة، المتلقي هيحس إنه وأنت بتضحك إنك أداء شمعي، فهيفقد تواصله معك. بس انت سبق وقلت ان في فنانين محتاجين لاطباء نفسيين مش دكاتره تجميل. انا قلت هذا الكلام، قلت انه من كثره تردد البعض على دكاتره التجميل كنت اقصد مطربه. مين بقى اللي في رايك محتاجه دكتور نفسي من الفنانات؟ دي مجرد كلمه من غير يعني تفتكر. لا انا قلت مره مثلا اصاله بحبها جدا بالمناسبه، من الاصوات اللي انا بحبها. انت شايف انها محتاجه دكتور نفسي؟ ما انا جاي لك في الكلام. اتفضل. بتلاقيها هي نفسها في كل حته بتقول انا مش عارفه عملت ايه في مناخيري، عملت ايه في دقني. هي مش محتاجه لكل ده، فبحس انه ممكن تروح مره مرتين، لكن لما حد على طول بيروح بحس ان في حاجه مش طبيعيه تجعله يذهب دائما. لسه عند موقفك الرافض من تحديد عمل الفنانين العرب في مصر؟ طبعا. والتجربه العمليه اثبتت انه القانون نفسه سقط. انت عارفه انه رئيس اتحاد الفنانين العرب اللي هو اشرف زكي هو نفسه اللي اصدر هذا القرار؟ واول بند في اتحاد الفنانين العرب الغاء اي قيود لعمل الفنان العربي. واخد بالك من التناقض اللي انا اقصده؟ بس انت مش شايف ان القرار ده ادى فرصه لبعض الفنانين المصريين اللي كانوا قاعدين في بيوتهم ينزلوا ويشتغلوا وياكلوا عيش؟ غير صحيح. غير صحيح. برضه التجربه اثبتت انه الفنان عشان يعمل
لازم يكون مطلوب. ما خافش انا من فنان جاي من بره ياخد فرصتي. بس اظنك توافقني ان في بعض الفنانات غير المصريات اللي هنسميهم مجازا فنانات دخلوا الوسط من غير اي موهبه لمجرد ان اجرهم رخيص. حتى اللي بتحكي عنه فكره انك ممكن تستعين بفنان مخرج ولازم فيه مخرجين كمان مش بس ممثلين لانهم ارخص ويحققوا لك نفس الجوده انا بعتبرها عمليه انتاجيه مطلوبه. انت كمنتج لو عندك عنصرين يدوك نفس الكفاءه اختار الارخص ده من حقك. انت متهم قبل كده انك ظهرت في لقاء تلفزيوني في برنامج شهير على احدى القنوات الفضائيه وكان معاك ضيف والضيف ده قال ان انت كنت دايما تهاجمه على طول الخط لحد ما في مره كلمته واتصلت بيه وقلت له ان انت عاوز تاخد اسرتك وتحضر المسرحيه بتاعته ومن وقتها بقيتوا اصحاب وما كتبتش عنه ولا كلمه وحشه بعد كده. حصل؟ طبعا ده غير صحيح. وعمري ما طلبت من حد انه بس احنا عندنا تسجيلات موجوده دلوقتي والواقعه مسجله معانا. والفنان ده على فكره فنان مشهور كوميديان كبير. طب انا اقول لك سمير غانم اولا اكتر واحد بنتقده لغايه دلوقتي. اديك فاكر. لا بقول لك لغايه دلوقتي ده بيتكلم عن مسرحيه عمرها 20 سنه. هل انا بقى لي 20 سنه ما لا اهاجم سمير في اعماله؟ طبعا بهاجمه كتير جدا. اللي حصل ان هو عزمني على المسرحيه كويس؟ بالحاح ورحت. بس هو انا بس هو قال في اللقاء ان هو هيعزمك ازاي وهو ما كانش يعرف رقم تليفونك. ثم ان مش تبقى عيبه ازاي ما عرفش لما ناقد يتعزم. لا واحد يعزمك على مسرحيه وانت بتمشي مسرح اساسا زي العروض الخاصه. ما احنا بنروح انا نفسي بطلت عروض اروح عروض خاصه لاسباب متعلقه بالموضوع بالزحام. ده لا بالزحام مش لان انت في النهايه مش ممكن يبقى عشان تروح مسرحيه مثلا تكتب كلام كويس يبقى هو ده انت تملك مسرحيه. الحاح منه والمعلومات الكثيره اللي انتقدته ده الكلام ده من 20 سنه. امال ثمن النقد ايه؟ ثمن النقد هو القارئ. القارئ هو اللي بيديك ثمن. انا بعتقد سمير غانم اخطا. تفتكر سمير غانم هيقول كده عليك ايه؟ اخطا في التعبير؟ لان بقول لك انت بتقولي انك انت بعدها ما هاجمتوش ده مش صحيح مش كده؟ انت نفسك لو سالتيه انا بقول لك الواقعه الموجوده عندنا في تسجيلات وشرايط. ما قالش اولا انه بعدها لم يهاجمني. بالمناسبه هو كل اللي قال انه انا عزمت طارق على المسرحيه كويس هو ومامته واتبسط بس ده اللي قاله. فقلت له ما حصلش ان انا طلبت منك. هو قال لي انت اللي طلبت مني ده اللي حتى قلت ده في التسجيل. بس ده استاذ لحظة. طارق الكتابه النقديه صعبه ولا سهله؟ الكتابه النقديه اولا فيها جزء دراسه مهم جدا بالنسبه لك انت. صعبه ولا سهله؟ لا طبعا صعبه لحد النهارده؟ طبعا. ليه؟ لانك لازم تبص على الفيلم اكتر من مره ممكن تراجع معلومه مع الكم الكبير اللي بتكتبه تقدر تراجع كل المعلومات دي وتبص على كل الاعمال دي؟ برجع لازم ارجع في حاجات مثلا لو هتكلم عن سمير غانم مثلا ولا صعبه عشان ممكن تخسر ناس انت مش حابب تخسرهم. لا ما بقولك ده انا مشكلتي ان انا ما بحطش الفنان قدامي. بكتب عن العمل الفني. بالمناسبه عادل امام عزمني على مسرحيه وغيره يعني عادي انك ممكن حد يعزمك على مسرحيه وتروح. اديني سبب واحد يخليني اخرجك من هنا. السبب انه مفيش ولا اتهام كان له اي ادله عندك. لا لو على الادله موجوده. السبب اللي تكون شايفه في نفسك يخليني اخرجك من هنا. ان انا براهن على القارئ وازعم انه القارئ بيجيد الاختيار ويعرف مين اللي بيخدعه ومين اللي ممكن يصدقه. قررنا نحن جهة التحقيق إخلاء سبيل الناقد طارق الشناوي بضمان القارئ شرط ألا يعاود للمشاغبة مرة تانية. لأن حفظنا شاغب طول العمر يبقى راجع تاني. اتفضل يا أستاذ طارق. على طول ها؟ على طول وهم يفتحوا لك الباب. ليه القسوة دي بس؟ اهو كده وجوه تفتح النفس.